السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي نقدم لكم حلوه دواز اتاي سهله وبسيطه، والمنضد ديالها تيجي رائع وحتى المذاق كيجي بنين. غادي نحتاجو فيها كاس ديال العنبه ديال الزيت، 7 غرام ديال السكر الفاني، 8 غرام ديال الخميره الخاصه بالحلويات، 3 ديال البيضات، كاس ونص ديال السكر كلاصي، دائما القياس بكاس العنبه، كاس ديال النشا، دقيق منخول حسب الخليط، وقبيصة ديال الملح. غادي نبداو في الطريقة. في واحد الإناء غادي نديرو 3 ديال البيضات، هنا إلا كان البيض كبير كنستعملو فقط 2، كنضيف عليه السكر، كتستعملو السكر كلاصي أو السكر سنيدة. غادي نضيف واحد شوية ديال الملح، كيس ديال الفاني، الضرب اليدوي. غادي نضرب السكر مزيان مع البيض، غادي نضيف عليهم الزيت، بعد غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال النشا ديال الذره، وغادي نخلط مزيان. الان غادي نضيف معلقه صغيره من الخميره الخاصه بالحلويات، وغادي نبدا نضيف في الدقيق شويه بشويه، الدقيق اللي كيكون منخول مغربل، وانا كنخلط حتى كتجمع لي العجينه. خصني نحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه، العجين الخاص بالحلويات دائما كيكون رطب، ما كنقصحوش بالدقيق، كنبقى نضيف غير شويه بشويه حتى كتجمع على هذا الشكل هذا. بعد ما كتجمع العجينه كيمكن لينا نشكلوها على شكل غريبه، كتكون عجينه اللي هي شيشه بزاف رطبه بهذا الشكل، ما كتكونش كتلصق في اليدين، كيمكن لينا نشكلوها بكل سهوله. غادي نحتاجو بالنسبه للتزيين، عندنا كيس واحد ديال الكاكاو المول الخاص بالحلويات، اصفر بيضه واحده، كنجيبو كيس ديال الكاكاو غادي ناخدو منه معلقه صغيره عامره، وغادي نضيفوها على الصفر ديال البيض، وغادي نخلطو الكل مزيان. القوام ديالو ما خصوش يكون جاري، خصو يكون عقد شي شويه. كنجيب العجينه ديالي كنشكل على شكل كويرات، كنبسطهم على هذا الشكل هذا، من بعد كنجيبو الشوكه كنغطسوها في الخليط ديال الكاكاو مع البيض، وكنرشموها بهذه الطريقه هذه، كنديروا فيها خطوط. طريقه سهله جدا وكتعطي واحد المنظر اللي هو رائع. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالي كلها. كنجيبوا هذه الفواكه المعسله اللي فيها الاحمر والخضر، وكنزينوا بها في هذيك البلاصه اللي كتبقى خاويه في الوسط، او كتزينوا برقائق اللوز او اللوز مهرمش او الكاوكاو حسب اللي بغيتو نتوما. من بعد كندخلوها الفران اللي كيكون سخون من قبل على درجه حراره متوسطه، كنشعل عليها من الفوق ومن التحت على نار اللي كتكون مهيله حتى كطيب على خاطرها وكتحمر شي شويه من التحت، صافي وكنخرجوها. كطيب الحلوه كنخليوها حتى كتبرد مزيان في اللاطه، عاد كنجمعوها في شي علبه اللي كتكون محكمه الاغلاق، وكنقدموها بالصحه والراحه، كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها، ما تنساوش الا عجبتكم ديروا جيم وتشتركوا معايا في القناه الا كنتوا باقي ما مشتركينش، وما تنساوش تضغطوا على الجرس اللي كينحدى زر الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.